شلون داخل الوضع انت هون بالرسن؟ ما وضع خالص، ما في عندنا شيء. طيب شايف انا هالدمار بالبيوت وهالخراب هيك، احكي لي شو صاير هون بالرسن حتى هيك هالدمار كله؟ قصف الكتيبة الهندسي، كله قصف، قصف عشوائي من ليل وبنهار، ما عمي هنا. وان شاء الله ما حدا عم تأذى، ما حدا عم تضرر، عم يصير جرحى وشو هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب مشان المدارس، القصف شو عم يستهدفوا؟ بس البيوت للمدارس المساجد؟ عم يستهدفوا المدارس، عم يستهدفوا البيوت، عم يستهدفوا يعني عشوائي عم يضربوا. ايوه يعني ما في شيء ما في شيء محدد يعني، كله بضربوا. حي الله. طيب انت شو بتشتغل هيك بالرسنا قاعد هون؟ شاب من العمر ما في لي شغل اشتغله، ما في عندنا شيء نشتغله، اي شيء خالص نشتغله. طيب شو السبب ما في شغل؟ لا ما في لا شغله ولا مجال، هي قاعدين. طيب ما فيك تطلع لبرا تشتغل؟ ما بقدر، اي بقدر بجي اطلع ياخذوني على الحاجز، ليش بدي اطلع؟ عشان ياخذوني يعتقلوني. طيب عم يعتقلوا الكبير ولا الصغير سوا. حسبي الله. يعني محصورين برا السلام وضروا نفوز ولا نقدر نطلع. طيب في كثير بطالب الرسنا كشباب قاعدين؟ اكثريتها شباب من هالعمر. طيب انتم بهالرسنا هيك شو متطلباتكم؟ شو الشيء اللي محتاجينه بالظروف هاي اللي بتحكي لي عليها؟ بس بدنا بالشارع يروح عنا وفرج الله، ما بدنا شيء اكثر من هيك. ان شاء الله عن قريب يا رب. الله يعطيك الف عافيه. 19 11 2013 الرسنا.